بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة عايزين نتعلم مع بعض درس جديد وهو مهارات التحكم التلقائي في أبعاد الجدول. هيتم فتح الملف الخاص بالشغل بتاعنا، ويتم الذهاب لخلية من الخلايا اللي موجودة عندي ووضع المؤشر فيها داخل الخلية، ثم الذهاب إلى تبويب تخطيط ومجموعة حجم الخلية. هختار احتواء تلقائي، هيتم الضغط على احتواء تلقائي. هلاقي عندي 3 أوامر، هو احتواء تلقائي للمحتويات، احتواء تلقائي ضمن الإطار، عرض ثابت للعمود. لو جينا اخترنا احتواء تلقائي للمحتويات، هو اوتوماتيك على طول راح مصغر حجم الجدول طبقا للكلام اللي مكتوب داخل الخلايا. فعلى سبيل المثال لو جيت كتبت هنا كلام جديد زي مثلا ملاحظات، هنلاقي ان هو بيعمل امتداد او بيغير ابعاد الخلية بتاعتي وابعاد الجدول طبقا للكلام اللي بيتم كتابته داخل الخلية. وبالشكل ده بيكون عبارة عن احتواء تلقائي لابعاد الخلايا اللي موجودة عندي. لو حبيت مثلا اختار حاجة تاني، ممكن اختار احتواء تلقائي ضمن الاطار، وده بيرجع للشكل الأصلي اللي أنا محدد الجدول بمجرد ما عملت إنشاء الجدول في أول مرة خالص، يعني هو بياخد الأبعاد الأساسية بتاعة الجدول بتاعي.